يولو بوكس برو استديو متنقل للبث المباشر. بهالفيديو راح اوريكم جهاز فكرته يمكن انا اول مرة اشوفها بالسوق او يمكن في نفسها، ولكن هذا الجهاز يعطيك تجربة شوي مختلفة. فكرة الجهاز عبارة عن سلوشن او حلول، يعني يقدم لك حلول حق البث المباشر بطريقة جدا سهلة. فاذا كنت من الناس اللي تطلع بث مباشر اما كان على اليوتيوب، فيسبوك او حتى على برنامج تويتش، هذا الجهاز راح يفيدك وايد بالبث المباشر. فالجهاز هذا راح يغنيك عن استخدام اجهزة وايد حق البث المباشر، فجهاز واحد متكامل في كل شيء. اول شيء قبل ان نتكلم عن الجهاز والمواصفات تبع الجهاز، خلنا نوريكم شنو راح يجي معاه داخل البوكس. عندك اول شيء كيبلين USB تايب سي، الاول يستخدم حق الشحن والثاني يستخدم حق الجهاز حق نقل الصورة او البيانات. وهذه القاعدة الصغيرة اذا تبي تثبت الشاشة على الكاميرا، وابرة حق السيم كارد، وهذا الالينكي علشان تثبت القاعدة، وحماية حق الشاشة. الجهاز مثل ما نشوف عبارة عن شاشة بحجم 8 انش، فيها اكثر من منفذ، عندك 3 منافذ HDMI in ومنفذ HDMI out، وعندك منفذ حق السماعات ومنفذين USB Type C، واحد حق شحن الشاشة والثاني تقدر تستخدمه حق نقل البيانات او تبث منه بث مباشر على بعض الكاميرات. عندك منفذين حق الميكروفون، والصوب الثاني عندك هني فتحة حق تثبيت القاعدة، ومنفذ SD كارد حق الميموري كارد، ومنفذ سيم كارد، وهذا زر التشغيل، وبطارية الشاشة راح تكون بطارية داخلية بلت ان، بس كل اللي عليك انك تشحنها. الشاشة تقدر توصل عليها تقريبا 8 اجهزة او كاميرات، تقدر توصل عليها اكثر من كاميرا وتبث منها البث المباشر، طبعا من خلال منافذ ال HDMI وال USB Type C، تنقل الصورة منهم، تقدر تسجل منها، وتعتبر سويتش وشاشة عرض بنفس الوقت. شاشة ممتازة، تاتش سكرين، تي برنامج خاص فيها، طبعا برنامج مجاني، تدعم السيم كارد، تقدر تركب عليها خط وتشبكها على الانترنت. والحلو بالشاشة بعد، غير انها تبث لنا مثلا الفيديوهات هذا اللي قاعد تشوفونهم عادي مباشر، لا، تقدر تسجل الفيديو من خلال ال SD كارد اللي راكب داخلها، فتقدر تسجل وتبث المحتوى مباشر. فالحين راح اوريكم طريقة استخدام الشاشة ومواصفاتها والبرنامج اللي فيها. واول شيء لاحظته بالبرنامج انه وايد سهل بالاستخدام، يعني اي شخص يقدر يستخدم هذه الشاشة. فالحين انا الشاشة كاهي قدامي، مركب عليها اكثر من كاميرا، عندي 3 كاميرات، هني الاولى، وفي هذه اللي فوق، هذه قاعد تشوفونها على الترايبود، وفي هني يمي شاشة او كاميرا ثالثة. فثلاث كاميرات مركبهم وموصلهم على الشاشة، اقدر اتحكم مثل ما قلت لكم من خلال هذه الشاشة بالكاميرات ثلاثتهم. اول ما تشغل الشاشة طبعا لازم تسوي ريجستر بالموقع، راح مثل ما قلت لكم كل شيء فيها مجاني، ما راح تدفع فلوس على الريجستريشن او البرنامج نفسه، كل اللي عليك انك تشتري الجهاز هذا او الشاشة. فاول ما تشغلها عندك شغلتين، عندك المونيتور مود وكرييت الايف ستريم، فتقريبا نفس الشيء هذيل، ولكن اللي يفرق بينهم ان هذه عرض وتطلع لايف، والثانية تقدر تسجل اللي قاعد تصوره مثلا بالكاميرات وتالي مثلا تحطه عندك باليوتيوب او اي منصة ثانية. فخلينا نقول الحين خلينا نضغط على كرييت الايف ستريم، تسمي اللايف اللي عندك فيصل لايف، تضغط دن، هني الديسكربشن، متى التاريخ، متى ينتهي وكذي، تضغط اوكي وتبطل لك هذه الشاشة. الحين هذا اللايف، طبعا انا مو داش لايف ولا شيء، بس اضغط على جو لايف راح يشتغل معاي الحين اللايف. وهذا البرنامج اللي قاعد تشوفه، انا موصل لي هني شاشه، قاعد اشوف نفسي بالشاشه هني، حاطي نفس مونيتور اشوف نفسي. فهذا شكل البرنامج اللي قاعد تشوفونه الحين، انا قاعد اسجل الشاشه نفسها هذه. فمثل ما تشوفون هني عندي تحت الكاميرات الثلاث، اقدر اختار اي واحده بينهم. فقبل لا اشرح هذه المنصات، خلينا نتكلم على هذا الجنب اللي هني. عندك البث اللي تقدر تبثه، عندك 3 شغلات، عندك ال 1080 وال 720 وال 480. فاحنا الانترنت عندنا بالكويت سريع، فنبث على ال 1080 فعادي عندنا البث راح يصير. اللي فوق هذه الشاشه اللي قاعد تشوفونها، هذه الشاشه الرئيسيه، لاحظوا فيها الحركه سريعه، واللي تحت فيهم الحركه بطيئه. طبعا الحركه بطيئه تحت عشان ما يقلل من استهلاك البطاريه، ولكن هذول مو شغالين الا اذا ضغطت عليهم. فاضغط على هذه راح يحول لي على الكاميرا الثانيه، والحركه تكون سموث وعاديه. فنرد الحين على HDMI 1، هذا 2، وعندك هني 3.
فتقريبا هذا السكشن هني بس يحط لك الكاميرات وتختار اللي بينهم. وعندك هني Add Video Source، شنو معناتها؟ اقدر هني اضيف اي شيء من عندي، اقدر اخلي الشاشه نص مثلا، ابي احط لي شاشه ثانيه هني معاي ضيف، او ابي احط فيديو او اي شيء ثاني، اقدر من خلال هذه القائمه. فعندي Picture in Picture، فاول شيء يقول لي اختار Main Screen، اختار الشاشه الرئيسيه اللي هي هذه اللي قدامي طبعا، اضغط Next. الشاشه الثانيه مثلا هذه اللي قاعد استخدم فيها الجهاز، اضغط Next، فاشوفه هني اقدر احركها وين ما ابي بالشاشه، فخليناها هني، اطق دن وبس، راح تصير الحين على وين هني الجنب، هني كاهي بالجنب. وطبعا اقدر اتحكم بحجمها، ازقر واكبر الحجم مال هذه الشاشه. وطبعا راح تصير سورس زياده، يعني الحين هالكاميرا الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه راح تصير هذه البيكتشر ان بيكتشر اللي تكون هني. فتقريبا هذه المنصه هني تقدر مثلا مثل ما قلت لكم في سايد باي سايد وفي سبليت فيو، اقدر اقص الشاشه او شاشتين يم بعض. طبعا شوفوا ترانزيشن، انا حاط هذا الترانزيشن، اقدر اغير الترانزيشن طبعا، اقدر احط مثلا زياده فيديوهات، ملفات بي دي اف. فهذا السكشن مخصص حق الفيديوهات، ابي احط فيديو زياده عندي بالشاشه هذه الرئيسيه اقدر من هذه الخانه. الحين نتكلم عن الخانه الثانيه اللي هي على اليمين، وشنو فيها وشنو اقدر اسوي فيها. اول شيء نتكلم عن الشريط اللي تحت عندك، اول شيء قائمه السيتنج، راح تقدر تتحكم باعدادات الشاشه حق البث نفسه. فمثلا اقدر اتحكم بالترانزيشن اللي مساع شفتوهم، اقدر المود مال ستريمينج تبي على اليولو لايف وهم عندهم سيرفيس، او البلاتفورم مالوتك انت، والبتريت والفريمز اقدر اتحكم فيهم من هني بالسيتنجز، والريكورد ليميت، فاقدر اسجل مثلا كل 10 دقائق تسجل وتخزن بروحها عشان ما يمسح معاك التسجيل، لان هي بعد تقدر تسجل فيها من خلال الاس دي كارد. وغير السيتنج في خانه اسمها الاوفرلايز، فهذه اللايرات تقدر تحطهم على الشاشه. فمثلا ابي احط اسمي تحت لور ثيرد، طق كذي اختاره، يطلع لي هني الاسم تحت مثل ما نشوف هذا الاسم، اقدر اختار التايتل وكل شيء، واقدر اغير الالوان على كيفي. فاذا ضغطت هني اد في اللور ثيرد، اختار التايتل وكل شيء ابي من هذه الخانه. نفس الشيء هني اقدر احط لي بعد اسم يمشي، اقدر اتحكم باي شيء، اخليه فوق تحت على كيفي. فهذه الثانيه تكون فوق او تحت، طبعا تقدر تحطهم مع بعض بعد فوق وتحت على كيفك. غير هذا تقدر تحط لوجوات، فمثال طق ايمج، نختار لوجو اي بي، هذا الفيديو برعايه اي بي، ازقر واكبر اللوجو، اختار وين مكانه، بعد كذي فالحين اللوجو وين هني، طق كذي يطلع اللوجو على الشاشه كاهو هني كذي، يشيل اللوجو. وايد حلوه الحركه هذه، ان تحط لوجو وتشيله اذا عندك سبونسر ولا شيء. غير هذا اقدر احط تايمر، هذا الكاونت داون مثلا قبل لا اطلع اللايف ابي احط لي تايمر، اضغط على التايمر، اختار التمبلت اللي موجودين، هم عندهم ثنتين تقدر تغير الوانهم وتتحكم بالفونت والتايم نفسه. فمثلا انا حاط لي واحده هني، هذه مثلا تطلع هني قبل لا ابلش اللايف، وقت يبدي كذي عشان الناس تنطرني قبل لا اطلع اللايف. فمثل ما قلت لكم تقدر تحط صور، لور ثيرد وتايمر. غير هذا هني عندنا الخانة الثانية، هذه خانة البلاتفورم، طبعا هو الجهاز عشان تطلع فيه لايف على منصات التواصل الاجتماعي. فراح يكون عندك هني اليوتيوب، تقدر تشبك الفيسبوك، برنامج تويتش حق الجيمرز، وعندك الكاستم الار تي ام بي لينك حق اي منصة بث لايف، تقدر على انستغرام في طريقة خاصة حق انستغرام، تقدر على اي برنامج تبي. فمن خلال هذا هني البلاتفورم تقدر تحط اي برنامج تبي. والاحلى من كل هذا اني اقدر اطلع فيهم كلهم لايف مع بعض، يعني اطق على اليوتيوب هني، تبي بابليك يحط لك ولا ليستد ولا برايفت، بس اطق له اون وهني اون، ومثلا عندي تويتش اون، طق جو لايف، على طول كلهم راح يطلعون لايف بنفس الفيديوهات اللي انا مصورهم. وهذه الخانه هني تتحكم بصوت الكاميرات، الاتش دي ام اي مثلا، هذا الاتش دي ام اي اللي قدامي ابي اقصر عليه، عندي هني الثانيه ابي اطول عليها، مركب فيها الميكروفون ممكن، هذه الثالثه ابي اقصر، فاتحكم على كيفي بالميكروفونات. فالاصوات كلها اللي راكبه على الجهاز تقدر تتحكم فيهم. مثال مركب بلاي ستيشن على الجهاز هذا،
ما بي صوت البلاي ستيشن يطلع مع التسجيل، تقدر تقصر عليه من خلال الاتش دي ام اي. وين مركبها انت الاتش دي ام اي 3 تحطه صفر، فصوت البلاي ستيشن اذا كنت قاعد تلعب جيم ما راح يطلع وقت التسجيل. وهذه الخانه هني خلينا نقول حق المباريات، فخلينا نقول تبي تحط نتيجه المباراه، انت قاعد تبث مباراه مباشر، حاط لك اكثر من كاميرا وقاعد تصور المباراه، تبي تحط النتيجه، تقدر من هذه الخانه طق اون يحط لك النتيجه هني. ف هني حاطي لك مثلا تقدر تحط الفريقين وتحط السكور واسم الدوري وكذي، وتقدر طبعا تتحكم بحجم السكور بورد هذا والوانه وتغير التيمز وكذي. انزين خلينا نقول الحين انت طالع لايف تبي تشوف التعليقات من هذا البرنامج، تقدر من خلال هذه القائمه هني، شوف مكتوب نو كومنت يت لاني انا مو طالع لايف، راح يطلع لك الكومنتات هني موجوده بالشاشه. ومثل ما قلت لكم اول فيديو استخدام الشاشه وايد سهل، يعني شوفوا الحين شرحت على السريع، يمكن ما فيها اي تعقيدات، ما في دش على السيتنج وحط لينك وحط هذا ووصل واير ما ادري وين، وهذا كل شيء سهل فيها، تضغط يطلع لوجو، طق كذي يشيل اللوجو، بس ان تكون تاتش سكرين وتضغط على اللي تبي. يعني حاط صورتي انا نشيلها مثلا، خرد لوجو اي بي هني مثلا، لوجو ثاني اقدر يمين يسار، اختار اكثر من صوره بنفس الوقت. فيها بعد شغلتين حلوين الشاشه، ان الحين انا مثلا هذا الفيديو اللي قاعد تشوفونه اقدر ابثه مباشر، واقدر اخزنه عندي من خلال الريكورد هني، في زر ريكورد يحط لي مثلا كم الميموري او فري سبيس هني عندي، طق ستارت ريكوردينج وراح يسجل لي هذا الفيديو على الاس دي كارد اللي راكب داخل الشاشه. والشغله الثانيه، الشاشه تقدر تركبها على الكاميرا عندك، فوق الكاميرا تركب فيها السيم كارد عندك الفورجي، وتشيل كاميرتك وتمشى فيها وتطلع لايف وانت قاعد تمشي. فهذه ميزه وايد حلوه انك تطلع لايف بكاميرا بروفيشنال، والصوره راح تطلع عند الناس وايد حلوه، ومثل ما قلت عندنا بالكويت الانترنت سريع، راح يطلع البث وايد صافي بدون تقطيع. والشاشه راح يكون فيها مراوح، يعني هني بالجنب راح يكون فيها مراوح علشان اذا كنت برا مثلا قاعد تصور تبرد على الشاشه نفسها، بس اذا كنت داخل طبعا ما راح ياثر، ولكن حاطين المراوح اللي داخل علشان اذا كنت قاعد تصور برا ما تحتر معاك الشاشه. وغير السيم كارد راح تقدر توصل الشاشه من خلال منفذ الايثرنت او تشبكها على الواي فاي، على مثل ما تشوفون الحين ترى شابكها على الواي فاي، مو موصلها على الايثرنت او مركب السيم كارد، شابكها دايركت على الواي فاي عندي من خلال الراوتر، قاعد تعطيني اشاره وايد زينه ان الراوتر يمي. وتقريبا الشاشه مثل ما قلت انا البطاريه بلت ان، فراح تقعد معاك فتره استخدام 3 ساعات تقريبا اذا كنت مثلا طالع وقاعد تمشى وتستخدمها من غير كيبل، واذا كنت قاعد مثلا داخل مكتب كذي تقدر تركبها على الشحن وتشحنها وتستخدمها على الكهرباء مثلا. والحلو بعد فيها انها تدعم الشحن السريع، فمن خلال منفذ اليو اس بي تايب سي اللي فيها تقدر تشحنها بسرعه وما تحاتي يخلص معاك الشحن. وبس تقريبا هذه ابرز مميزات الشاشه، شاشه عرض وبث محتوى مباشر، جهاز تسجيل ومميزات اكثر. ومن المميزات اللي فيها ان السوفت وير اللي فيها خلينا نقول في عيوب او في نواقص، الشركه نفسها بين فتره وفتره تنزل ابجريد حق الشاشه نفسها او حق سوفت وير الشاشه. فمثلا الحين انا وانا قاعد اصور الفيديو هذا وصل لي ابجريد جديد، معدلين مثلا هني مكتوب ان الفيديو يصير بيكسليتد لما يكون عندك انترنت ضعيف، فالحين اذا صار عندك انترنت ضعيف الفيديو ما راح يصير بيكسل او يبكسل معاك الفيديو، فهذا خوش ابجريد. فالحين انا راح اسوي له انستول، فطبعا راح اكون شابك على الانترنت واسوي لها انستول بسرعه ويسوي لها ابجريد ويحل لي اي مشكله فيها قديمه ويزيد لي فيتشرز جديده. ومثل ما قلت اول شيء شاشه وايد سهله، فأي شخص يقدر يستخدمها، ما يحتاج واحد مخرج ولا فاهم بالإخراج عشان يستخدمها. مثل ما تشوفون تاتش سكرين، حط كاميرا طق كذي وخلاص، ما فيها يعني سيتنج خاص ولا شغلات زيادة. فكل اللي عليك تسويه انك تشبك اكونتاتك هني بالسوشيال ميديا، تسوي لوج ان، تركب كاميراتك، تذهب لوجواتك، تضغط على ريكورد، تضغط على جو لايف، وفيديوهاتك تكون موجودة بالبث المباشر أو مخزنة على الميموري كارد أو الاس دي كارد اللي موجود بالشاشة. واللي يبي الشاشة موجودة عند عالم اي بي، لا لحظة، موجودة عند عالم اي بي، تقدرون تشترونها من خلال الموقع أو من خلال أفرعهم، ومشكورين على المتابعة.